بسم الله الرحمن الرحيم، انا هتكلم معاكم عن الهايبرتنشن النهارده. طيب الايتمز اللي عندنا ايه؟ نمشي كلاسيك يعني زي الكتاب ما بيقول كده. اول حاجه الديفينيشن والكلاسيفيكيشن اوف هايبرتنشن، اللي تحتها طبعا هتبقى الكوزس، ودي مهمه دي مهمه. ثم كلينيكال بريزنتيشن وانفستيجيشن وتريتمنت. طيب الهايبر تنشن بادئ زي بدء، يعني باي ديفينيشن معناه persistent elevation of the blood pressure، معناه persistent elevation of the blood pressure. هنا السؤال بقى، هو الرقم كام يا دكتور؟ الرقم كام؟ دايما هم عشان يسهلوا على طالب البكالوريوس الكات اوف عندنا كام، يعني ان اكتر من او يساوي 140 على 90. طيب والتسهيل برضه على طالب البكالوريوس القاعدة بتقول ايه؟ بتقول انك انت بتزود 20 فوق و10 تحت. لكن على فكرة يعني نقول مثلا ستيج 1 هايبر تنشن كام؟ 140 على 90. طب ستيج 2 160 110. طب وبعد كده يبقى 180 على 130 وهكذا يعني. لكن على فكرة، على فكرة الجايد لاينز مش ماشية كده. امال الجايد لاينز ماشيه ازاي؟ الجايد لاينز ماشيه على رقم مهم جدا. اذا جالك مريض والبلاد بريشر يا دكاتره اقل من او يساوي 130 على 85، ده بنتعامل معاه في اطار ما يسمى باسم اللايف ستايل موديفيكيشن. لايف ستايل يعني ايه؟ اللي هو الاكل والشرب والمزاج والرياضه. اكل وشرب ومزاج ورياضه. امال هم بيتكلموا على الهايبر تنشن فين بقى؟ الرقم على كام يعني؟ قال لك على 130 85 اكتر من المساوي. الناس دول نعمل فيهم ايه؟ ريبيت الميجرمنت اوف ارتيريال بلاد بريشر. احسن ميجرمنت هي مين؟ هي الامبيولاتري بلاد بريشر ميجرمنت. يعني بنركب جهاز للمريض على الحزام كده وبيقيس البلاد بريشر. طيب الجهاز ده غالي جدا، طب نعمل ايه؟ قال لك بص يا سيدي، المريض يقيس ضغطه في 7 ايام. اول يوم نحذف قياس الضغط. طب وبعد كده؟ والله يا دكتوره ساره مش عارف، هو الصوت عندي واضح. اذا كان الصوت عند البنات مش واضح ابعتوا لي. طيب هقول تاني، definition of blood pressure ايه؟ لطالب البكالوريوس المطلوب منك مهم جدا persistent elevation عن 140 على 90. والجريتس بعد كده تعرفها ازاي؟ السيستول تزود 20 والدايستول تزود 10. طيب النقطة الثانية، امال الجايد لاينز مهمة في ايه؟ عشان العلاج. لا الصوت واضح يا دكتورة سارة، واضح ان المشكلة من عندك. الجايد لاينز بتتكلم على كام يا دكتور؟ على 130 على 58 على 85. ايه الفكره يعني؟ لو جالك مريض في ال 130 على 85، قبل ما الدوكيومنت ان المريض ده هايبر تنسيف، قول له احنا هنقيس لك البلاد بريشر بحاجه اسمها امبيولاتري بلاد بريشر مانجمنت. بس الجهاز ده غالي على فكره، طب نعمل ايه؟ المريض يقيس ضغطه في 7 ايام، يعني سبت حد لغايه وعد 7 ايام. قامت يوم السبت، نحذف يوم السبت الاولاني يعني، وبعد كده ناخد متوسط القراءات فيما تبقى من الايام. بح خلاص. طيب نروح للكلاسيفيكيشن اوف هايبر تنشن. الموضوع بسيط يعني، كلمه بلاد بريشر يا دكتور بتساوي سيستول على دايستول. اهم نقطه في هذا الموضوع بتنزل في الام سي كيو، تسمع عن حاجه اسمها سيستوليك هايبر تنشن؟ قول له ايوه، هو السيستول ده معناه ايه يا دكتور؟ معناه بامبنج اوف ذا بلاد مع كل كاردياك سايكل. والبلاد بيروح فين؟ يروح الأورطة. برافو عليك، برافو عليك. طب وتبقى الأسباب إيه بقى يا سيدي؟ إيه بقى اللي يعمل سيستوليك هايبرتنشن يعني؟ كلمة واحدة بس هي أسباب الهايبر دايناميك سيركيليشن. طيب الهايبر دايناميك سيركيليشن يا دكتور معناها بحرف الـ ABC أهو، عشان أما يسألهم لك بس. أنيميا، أورتيك ريجيرشن،
اثيروسكليروزس علم عليها، اثيروسكليروزس علم عليها. طب والبي يا دكتور؟ بريجننسي، براديكارديا، والبيتا تاداكتس اثيروسكليروزس. ساعات الممتحن يرخم عليك يقول لك تسمع عن البيري بيري، اقول له اسمع يا دكتور. الحرف ده يا دكتور رقم واحد، يبقى نقص فيتامين بي 1. طب ايه علاقته ده ان نعمل سيستوليك هايبر تنشن؟ يعني ايه علاقته بهذا الموضوع؟ بص يا سيدي، ده مهم، هذا الفيتامين مهم للكريبس سايكل. لما يقل الجسم يمشي في سكه غلط، يعني ايه؟ بيكسر الجلوكوز عن طريق ما يسمى الانيروبيك جلايكوليسيس. ده للناس اللي عايزه تجيب امتياز، يعني يطلع فيه في الاخر لاكتيك اسيد which is potent vasodilator. الفازو دايليتيشن يا دكتور بتقلل الدايستول جدا. طب والسي هي مين؟ ثايروتوكسيكوز. يبقى كلمه واحده لطالب البكالوريوس، هايبر تنشن يعني يا دكاتره ريزيستنت اليفيشن اوف ذا بلاد بريشر. ارقامك كام؟ على قديمه 140 90. الشاطر يحفظ الجايد لاينز، ان الخوف من عندي كام؟ 135، 130 اسف، على 85. تسمع عن حاجه اسمها امبيولاتري بلاد بريشر ميجرمنت؟ قول له اسمع. يقول لك ان اسباب السيستوليك هايبر تنشن، قول له هم الاي بي سي. نروح للعنوان الثاني، ايه اسباب الهايبر تنشن يا دكتور؟ قول له بص يا سيدي، كلمه هايبر تنشن يعني ضغط عالي. طب ده معناه ايه يعني؟ قال لك بص، فتح قاعده 2 سي. 2 سي يعني ايه؟ بص يا سيدي، انت عندك كونتينر اهو، كونتينر حله يعني جواه كونتنت. عشان تعمل ضغط عالي ايه اللي يحصل يعني؟ بتصغر الكونتينر، صغر الكونتينر اهو، يعني الكونتينر ده حجمه يصغر كده. اتنين، الكونتنت دي تزيد. طب انت تعمل الاتنين سي دول ازاي؟ يا اما ناس مش معرف لهم سبب اسمه برايمري هايبرتنشن، يا اما معروف لهم سبب اسمه سكندر هايبرتنشن. السكندر هايبرتنشن ده يا دكتور سؤال مهم في النظري، سؤال مهم في النظري. طب وبالهداوه كده هو هينزل لك برايمري او يسموه اسينشال هايبرتنشن في الامتحان؟ ده مش لعبة طالب بكالوريوس. طب مين عايز يجيب امتياز؟ هو بيحصل ليه بقى؟ قول له عادي يا دكتور، القاعده العامه يا اصغر الكونتينر يا ازود الكونتنت. اصغر الكونتينر يعني ايه؟ يعني اعمل فازو كونستريكشن. فاهم؟ يقول لك ايه يا دكتور؟ ده العيله دي بتقفش بطبعها، عندهم اوفر اكتف للاوتونوميك نيرفس سيستم، يعني السمباثيتك عندهم بيشتغل زياده. طب خد الثانيه، السمباثيتك بيعمل فازو كونستريكشن، خد الثانيه. انتوا خدتوا زمان في الفسيولوجي لما السمباثيتك يزيد الراس تتعمر، اللي هو الرينال انجيوتنسينوجين سيستم يزيد. طب والانجيوتنسين ده بيعمل ايه؟ يحب اتنين ويكره اتنين، لكن من احدى وظائفه الاساسيه ان نعمل فازو كونستريكشن. برافو عليك. لا 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 لا، انتوا ناسيين بس، الهايبرتنشن يا اما برايمري يسموه براين هايبرتنشن يا سكندر هايبرتنشن. البناين يحصل ليه؟ قول له مش عارف، بس بصغر الكونتينر يا دكتور عن طريق اوتونوميك نيرفس سيستم اوفر اكتيفيتي، يعني سمباثيتك ميدييتد فازو كونستريكشن. اثنين، الراس عندهم زياده، رينين انجيوتنسينوجين سيستم اللي بيعمل فازو كونستريكشن. طب بالله عليك يا دكتور، في يوم في شهر في سنه اثنين دول بيعملوا فازو كونستريكشن وبعدين يحصل ريباوند فازو دايليتيشن. لما يحصل فازو كونستريكشن الارتيريال وول بتاع البلاد فيسل يحصل فيه ايه يا دكتور؟ يحصل هايبرتروفي. اخر ثيري للبنان هايبرتنشن الانسولين ريزيستنس، الانسولين ريزيستنس، انسولين ريزيستنس. طب ودي اهميتها ايه؟ اللي معاهم انسولين ريزيستنس يحصل معاهم الثلاثه دول. ثانية يا دكتوره ساره، دكتوره شيرين الليدر هايبرتنشن يعني ايه؟ يعني persistent elevation of the blood pressure. ارقامك كام؟ 140 90. الجايد لاينز بتتكلم على كام؟ 130 85.
طب بعد كده يا دكتور نروح للي بعدها، كلاسيفيكيشن اوف هايبر تنشن. تسمع عن سيستوليك هايبر تنشن؟ قول له الخلاصه اي بي سي يا سيدي. اسباب الهايبر تنشن، قول له انا مش عارف، بس اصغر الكونتينر وازود الكونتنت عن طريق الفازو كونستريكشن سمباثيك او الراس او الانسولين ريزيستنس. نروح للسكندري هايبر تنشن. سكندري هايبر تنشن، سكندري هايبر تنشن. شوف يا سيدي، ده بينزل سؤال نظري، انيوميريت كوزز اوف سكندري هايبر تنشن. شوف يا دكتور، من هنا للسنه اللي جايه اهم سببين على الاطلاق هما الرينال والاندوكراين. وعشان خاطر نحط اثنين على جنب كده، دراج انديوست وما تبقى اسمه اذرز، يبقى هم اربعه كل اثنين مع بعض. طب نمشي بالهداوه كده، رينال كوزس، قول له ما عنديش فكره، بس الكدني عباره عن رينال ارتري رايح اهو، ثم مفتاح الانبوبه اللي اسمها جلوميريلوس، برافو عليكم، وبعدين تيوبيولز ممتازين، ودي الخلايا وما بينهم اسمه انترستيشن. تعرف تألف؟ اه. رقم واحد رينو فاسكولار هايبرتنشن اللي اسمها رينال ارتري ستينوزس، اكتب عليها كده مسألة في الامتحان. مرض في المفتاح ده في الجلوميريلوس اسمه جلوميرونفرايتس. مرض في التيبيولز والانترستيشن اسمه توبيولو انترستيشن نفرايتس. طب انا مش عايزك تنسى مين جلومير نفرايتس. هو ايه اللي انا بكتبه ده؟ ده الاسكيم بتاع كل امراض الكلى، ده الاسكيم بتاع كل امراض الكلى. اندوكراينال كوزس، للطالب الشاطر اللي ما بيحفظش حاجه ابدا، لما تسمع كلمه اندوكراين في المنهج تقول من فوق لتحت، يعني قال لي اندوكراينال كوزس اوف دايبيتس، اندوكراين كوز اوف اوبيزيتي، اندوكراين كوز هايبر تنشن، هايبر كالسيميا، اي حاجه اقول له من فوق لتحت. فوق لتحت يعني ايه؟ يعني البيتيوتري يا دكتور انتيرو بوستيرو، وبعدين ثيرويد وعليها البارا ثيرويد، والبنكرياس في النص اهو، وهنا سوبرا رينال كورتكس ومظله، وبعدين الجونادز ميل وفيميل. ايه الكلام ده برضه؟ ده سكيم الاندوكراين اللي احنا هنشرحه ونكلم عمر. ايه بقى اندوكراينال كوزز اوف هايبر تنشن؟ شوف يا دكتور، اهم الاسباب على الاطلاق هي خط النص. لكن نمشي كلاسيك، في عيب في الانتيري بيتيوتري يا دكتور، بيزود الجروث هرمون، يبقى البلاد فيسل تتخن، عندهم فاسكولار هايبرتروفي. اسم المرض ايه؟ اكروميجالي. عشان كده لما يجي لكم مريض اكروميجالي في الامتحان، الممتحن انت دايما بتنسى حاجتين، قوله ممكن اخد جنبك صوره، يعني المريض يطلع صوره قديمه عشان تقارنها بالموجود دلوقتي. اتنين، شفت البلاد بريشر يا دكتور ولا ما شفتوش؟ الثيرويد، شوف يا دكتور، ثيروتوكسيك او هايبوثيروديزم عندهم هايبرتنشن. النقطه الثانيه، النقطه الثانيه، الهايبر بارا ثيروديزم عندهم هايبر كالسيميا، عندهم هايبرتنشن. الدايابيتس معاه ككوموربيد كونديشن، معاهم هايبر تنشن. السوبرا رينال كورتكس يا دكتور، كورتكس، ثلاث امراض يهمك اثنين، لما يرتفع الالدوستيرون اسمه كونز سندروم، كل دي مسائل، لما يرتفع الاسترويد اسمه كوشنج، مرض المظله اسمه فيه كروموسايتوم. بح خلاص، براكس يا دكتور، قول لنا كام دواء كده تعمل هايبر تنشن. سهل جدا، الاورال كونتراسبتيف بيلز والكورتيكوستيرويد والكاتيكولامينز، اللي هم كلهم بحرف السين. اذرز يعني ايه يا دكتور؟ مرض فاسكولايتس اسمه بولي ارترايتس نودوزا، بلا بولي ارترايتس نودوزا بلا بتاع. مرض تاني، مرة تانية كو اركيتيشن اوف ذا اورتا، بلا كو اركيتيشن بلا بتاع.
مرض تاني اسمه increased intracranial tension. ماشي، يبقى تاني كده سؤال وجواب في 3 دقايق. هايبر تنشن، واسمع البناتنا الحلوين، اول حاجه ايه؟ persistent elevation of the blood pressure. ارقامك كام يا دكتور؟ القديم 140 90، والقديمه تحلق ولو كانت وحله. امسك في الرقم ده اسهل لك. الشاطر يمسك في 130 على 85، احدث جايد لاينز الامريكان اسوسيشن اوف كارديولوجي. المهم كلاسيفيكيشن اوف هايبر تنشن، تسمع عن سيستوليك هايبر تنشن؟ اسباب الهايبر تنشن اسينشال وسكندري. الاسينشال هايبر تنشن عيله بتقفش بطبعها، لكن السكندري هايبر تنشن 4 اسباب، اوعى تنساهم رينال واندوكراينال. ننتقل للعنوان الثاني اسمه كلينيكال بريزنتيشن اوف هايبر تنشن. كلينيكال بريزنتيشن اوف هايبر تنشن، لو في حاجة دكتورة شيرين معالي الليدر تسألي. ها، كلينيكال بريزنتيشن بنقسمها كالآتي: سيمبتومز وساينز وكومبليكيشنز. الكومبليكيشنز لوحدها يا دكاترة سؤال في الامتحان، والساينز رقم 2 وفيها 2 جنرال ولوكال. يلا بقى يا بناتنا الشطار، ايه بقى الكومن سيمبتوم للهايبر تنشن؟ مين شاطر يقول لي ايه بقى الكومنست سيمبتوماتولوجي للهايبر تنشن؟ اللي يقولها هشحن له كارت عطار. هيدك طيب ماشي يا دكتور اروى، مين تاني يقول غير اروى؟ اوكي اقول ايوه ممكن يكون في هيدك وبليرينج فيجن وهيموبتسيس. لا هيموبتسيس بلاش دي، احنا عايزين الكومن. انت تقصد الابستاكسس، احنا عايزين الكومنست برزنتيشن. مين يعرف؟ صح كده، عشان كده بيسموه سايلنت كيلر. الال اسيمتوماتيك اللي عند 50 اسيمتوماتيك. لكن كلاسيكيات السينما المصريه بقى، صداع في راسه يعني، وتينيتس، وشويه ابستاكسس. كويس كده، وشويه ابستاكسس. لكن معظم الناس يا دكاتره ممكن يجي بايه؟ بالكومبليكيشن. ساينز جنرال، مين شاطر يقول لي بقى جنرال ساينز هتدور على مين في كلمه واحده؟ لوك فور ايه؟ مين شاطر يقول؟ اللي يقولها شاطر. انا بفحص عيان الهايبرتنشن جنرال ليه دكاتره عشان ادور على السبب، عشان كده بيضحك عليك في الامتحان. يقول لك قول لي جنرال اكزامينشن هايبر تنشن، فانت مش عارف، انت هتقول الفايتال ساينز. انا موافق، هتقيس البلاد بريشر يعني، لكن اهم نقطه هتدور على مين؟ على السبب، اللي هو قد يكون اهم سبب مين؟ سكندري كوز، اللي هم اهم 2 مين؟ رينال واندوكراينال. طب اختار لي حاجة من الاندوكرانيال كده على وشك يبان يا نداغ اللبان، يعني عين المريض طالعة بره والمريض نيرفس وعنده ما يسمى باسم الستيرنج لوك. انت بتدور على مين كده؟ فايروتوكسيكوز. ايوه زحمة يا دنيا زحمة، فايروتوكسيكوز. يبقى طالب يطلع من الامتحان يقول ده انا كاتب كل حاجة، اقول له انت ما كتبتش، انت لازم تقول لي بتدور في الجنرال يا دكتور على الكوزس اللي اهمها السكندري كوزس. نروح لللوكال بقى وربنا يعيننا. بص يا دكتور، اللوكال في الكارديولوجي اقول لك اهو ما هو الهدف من اللوكال اكزام. بناتنا الشطار قالوا بالانسبكشن اند بالبيشن. عندي هدف اللي هو مين يا دكتور؟ مين الكبير؟ لما قال لهم اكلم مين في مصر؟ كويس، اكلم مين في الهارت يا دكتوره شيرين؟ مانيفستيشن اوف تشامبر انلارجمنت. يبقى عينك على مين؟ الله اكبر. ايوه عيني على مين؟ الايبكس.
ايوه الايبكس الايبكس عينك على الايبكس يا دكتور. كلكم متوقعين، كلكم متوقعين ان الايبكس لما الليفت فينتريكل يكبر تمشي شمال، اكيد هتمشي شمال طبعا، بس في حالات الهايبر تنشن، لان الليفت فينتريكل بيزق اجينست ريزيستنس، فالايبكس يا دكتور قد تكون ان بليس في مكانها. عارفين ليه؟ الليفت فينتريكل اهو بيزق هايبرتروفيك بلازما اجينست ضغط عالي، بارافيشن. يقوم يحصل لهم ايه يا دكتور؟ كونسنتريك هايبرتروفي، الفنتريكل يكبر لجوه، عشان كده يقول له يا قلبي يا كتاكت يا ما انت مليان وساكت، هو ده الهايبرتنشن. الايبكس في مكانها، ده الطالب فاهم يا دكتور. طب رقم اتنين، والله حط السماعه اوسكالتيشن. يا سلام، ادي الليفت فنتريكل اهو، وادي طالع الاورطه، الصمام يفتح لفوق يا دكتور ويقفل لتحت. قلنا انت ازاي بتبقى عارف ان الاكل في البيت اصبح مستوي خلاص وتاكل؟ ادي حلة الضغط اهو، لما تسمع الصوت يا دكتور بتاع حلة الضغط دي معناه ايه؟ يعني الاورطة مسؤولة عن السكند هارت ساوند. طب وبعدين؟ كلما كان الضغط على الصمام عالي يبقى كأنك بتقفل حلة الضغط غصب عنها، يدوس على الصمام، يبقى عندك accentuated second component of heart sound. شاطر، على aortic area طبعا. طب خد دي، خد دي، ادي الليفت فنتريكل اهو، وادي الليفت اتريوم، بينزل البلد من الليفت اتريوم للليفت فنتريكل بدون مجهود. بس الاتريوم ده اتقي شر من احسنت اليه. ليه؟ يقول لك انا عايز انزل 30% من الدم المجهود. يا عم خد براحتك، ماشي. معنى ذلك ان الاتريال كونتراكشن يا دكتوره شيرين without ساوند، مالوش صوت. طيب لما الفنتريكل يكونتراكت اجينست ريزيستنس ويدخل لجوه، معنى ذلك ان الكافيتي اوف ذا ليفت فنتريكل اصبحت صغيره، يبقى الاتريوم اللي كان زمان بينزل الدم من غير صوت لازم يحزق عشان ينزل الدم للفنتريكل. يبقى عمرو دياب قال ايه؟ كبر وبقى له صوت، تقوم تسمع الفورث هارت ساوند. يا سلام عليكم بناتنا، ممتازين. اوسكالتيشن accentuated component of the second heart sound، الصوت عالي. هايبر تنشن، العالي عالي، عشان ما تنساش في الام سي كيو. بس الصوت اللي بعده مين يا سيدي؟ الصوت اللي بعده مين؟ فورث هارت ساوند. في اصوات اخرى، ايوه، هشرحها فين؟ في الاورتيك ستينوزس. نروح للكومبليكيشنز يا دكتور. وما الهايبر تنشن الا كومبليكيشنز. متعودين لما بنشيل كل صفحه كده نقول هايبر تنشن يعني ايه يا دكاتره؟ يعني بيرزيستنت اليفيشن اوف ذا بلاد بريشر. رقمك كام؟ 140 90. كلاسيفيكيشن، تسمع عن سيستوليك هايبر تنشن؟ هو الاي بي سي يا دكتور. تسمع عن بناين هايبر تنشن؟ عيله بتقفش بطبعها. سكند هايبر تنشن رينال واندوكرينال. كلينيكال برزنتيشن، الموست كومن برزنتيشن از اسيمتوماتيك. الجنرال ساين فور ذا كوز، لوكال ساين ليفت فنتريكل في مكانه، في مكانك يا حبيبي، والسكند هارت ساوند عالي، وتسمع فورث هارت ساوند. كومبليكيشن، سؤال امتحان مهم، ما هي الكومبليكيشنز اوف هايبر تنشن؟ يا سلام عليك، هو الهايبر تنشن ده بيعمل لنا مشاكل طبعا، وكل واحده منها سؤال لوحدها في الامتحان. مين الاورجنز اللي بتتاثر في حالات الهايبر تنشن؟ الاورجنز يا دكتور اللي عندها ريفلكس، يعني الاورجنز اللي عندها دم، زي مين؟ واحد سريبرال، اتنين كاردياك، ثلاثة اوكيولار، أربعة
رينال. واحدة واحدة كده. لما نروح للنيورو دكاترة هتلاقي ان معظم المشاكل من الهايبر تنشن. ليه؟ الهايبر تنشن بيعمل كلمة مهمة اسمها اكسلريتد اثيروسكليروسيس. طب وانا مالي؟ وانا مالي يعني؟ يقوم يدخل لك المريض يا دكتور في كلمة واحدة اسمها ستروك. يعني ايه الكلمة دي؟ اسمها سادن نيورولوجيكال ديفيسيت، كأنك فصلت الفيشة من الكهرباء. يقوم ايه اللي يحصل؟ الجهاز يفصل. الجهاز اللي عندك ده عبارة عن ايه يعني؟ عبارة عن موتور وسنسري. الكومنست بريزنتيشن لما الدم يقل للمخ يا دكتور المريض يجي له باراليسيس، هذا معناه كلمة ستروك. طب والهايبرتنشن عمل ستروك ازاي؟ بطريقتين، يا اما انفاركشن يا دكتور، يا اما ارتفع الضغط بصورة عالية ادى الى هيموريدج. برافو عليك. طب بعد كده يا دكتور بص يا سيدي، بص نورمالي نورمالي البرين يشرب براحته. ليه؟ لانه عالي. طب افرض الضغط هنا يا دكتور حصل هايبرتنشن. هايبرتنشن يعني ضخ الدم يا دكتور، بتضغط على الخرطوم كده بتزق البلد جوه البرين غصب عنه. يقوم البرين في الفسيولوجي يعمل ايه يا دكتور؟ ريفلكس فازو كونستريكشن. وتسالتوها زمان في الفسيولوجي، تسمع عن ما يسمى باسم الكوشنج ريفلكس؟ قول له اسمع يا دكتور، لما ضغط يعلى البرين يمنع الجاشنج اوف ذا بلاد عن طريق الفازو كونستريكشن. بس خلي بالك يا دكتور ان الريفلكس ده شغال بصمام. لو انت مشتري من شركه ما منهاش ضمان هيحصل فازو دايلاتيشن والبرين يتملي ايه؟ بلاد. يبقى فيلير اوف ذا كوشنج ريفلكس يؤدي الى ما يسمى البرين كله ميه، يسموها كده هايبر تنسف انكفالوباثي، يسموها هايبر تنسف انكفالوباثي. اكتب مساله في الامتحان ليه يا حبيبي؟ بص يا سيدي، بص يا سيدي، الهايبر تنسف انكفالوباثي الضغط جوه المخ عالي، يبقى يجي باعراض increased intracranial tension. على فكره دي مش مهمه، اللي هي الفوميتنج والهيديك والبليرنج والفيجن اي كلام. لكن الخطوره يا دكتور ان المريض لو جالك في الطوارئ بكوما، دكتوره شيرين تقول يا ربي يا ترى الكوما دي عن طريق هايبرتنسيف انكيفالوباثي في الام سي كيو ولا عن طريق ستروك يا دكتور؟ اللي يقولها اديله 50. من شاطر يقول؟ اقول تاني؟ بص يا سيدي، بتاعت الستروك هيبقى عنده نيورولوجيكال ديفيسيت؟ ما هما الاثنين، وانا لو جالي الاستروك في كوما برضه مكوي، والهايبرتنسيف انكيفالوبس مكوي، افرق بينهم ازاي؟ دكتوره هبه برافو عليك ما شاء الله، كلمه واحده بس signs of lateralization. في فيلم يا دكتور اسمه الرصاصة، هنا بقى اسمها المفتاح لا يزال في جيبي. انت كنائب نيورو بقى بتطلع المفتاح من جيبك، تعمل مين يا دكتور؟ البلانتر ريفلكس. اللي عندهم استروك يا دكتور الصباع يروح على ناحيه اسمه البابي نسكي بوزيتيف، لكن اللي عنده هايبرتنسيف انكفالوباسي مش هيكون عنده ساينز اوف لاترالايزيشن. تاني كده ايه الكومبليكيشن على مستوى السريبرال؟ ثلاثة اثيروسكليروزس تؤدي الى ستروك، وهذا نوعان انفاركشن وهيموريج. ثم تسمع عن هايبرتنسيف انكفالوباسي؟ يقول له اسمع. يقول لك بيحصل ليه؟ قال له فيلير للصمام للكوشنج ريفلكس.
يبقى البرين كله ميه، يبقى انكريز انتراكريال تنشن. لو مكوم طلع المفتاح. نروح على اللي بعدها يا دكتور، الكاردياك كومبليكيشنز. ادي الكارديو فاسكولار سيستم اهو، واحده واحده يا دكتور كده، واحده واحده. ادي الهارت اهو، وادي الاورطه، وطالع منه الكورونري. طب ما احنا قلنا في علاقات مشبوهه ما بين الهايبرتنشن والاثيروسكليروزس اللي يؤدي الى اسكيميك هارت ديزيز. ادي اول واحده وانت متاكد. طب رقم اثنين، رقم اثنين يا دكتور، بص يا سيدي، ضغط عالي على حيطه مايله لم يحصل اورتيك دايليتيشن، ضغط عالي على حيطه مايله يسموها اورتيك انيوريزم، ضغط عالي على حيطه مايله كانك بتعمل هيرنيا يبقى اورتيك دايسكشن. كل ده كلام سهل. طب خد الحته بقى اللي بيحبوها الدكاتره في الامتحان، ادي الليفت فينتريكل اهو، هو الاكبر طبعا، وادي السبتم اهو. لما الليفت فينتريكل يكبر، لو جنبك واحد وزنه تقيل يريح عليك، يقوم يخلي السبتم يجي ناحيه الرايت سايد شويه. طب وانا مالي؟ معنى ذلك ان الكافيتي اوف ذا رايت فينتريكل تقل، يبقى الرايت اتريم يا دكتور هيكونتراكت اجينست ريزيستنس. مين مرآة الرايت سايد؟ شطار، نيك فينز. يبقى عنده جاجولار فينس بالسيشن، الجي في بي عالي. اللي اكتشف هذا الموضوع لعنة الله عليه، عشان هو يكتشف واحنا نحفظ، اسمه برينهايم، فسموه برينهايم افكت. بناتنا شطار وممتازين. يسألك في الامتحان تسمع عن برينهايم افكت؟ تقول له يا دكتور بلاش وجع دماغ بقى، الليفت فينتريك لما يكبر يريح على الرايت سايد، الكافيتي تصغر، يقوم الرايت اتريم يكونتراكت اجينست ريزيستنس، يبقى عنده جاجلر فينس ديستنشن. في صوره الاتريال كونتراكشن العنيف ده بيبان في صوره جاينت اي ويف يا دكتور. اللي اكتشف هذا الموضوع اسمه ايه؟ برينهايم افكت. مين ممتاز يسمع عن حاجه اسمها ريفيرس برينهايم افكت؟ وكان انا بضحك عليكم يا دكتور اروى، والباثولوجي واضح يعني سهل قوي. تسمع عن ريفيرس برينهايم افكت؟ اللي يقولها شاطر. هو البرينهايم يعني ايه؟ الليفت يكبر يقوم يصغر الرايت، يبقى الريفيرس برينهايم يعني ايه؟ لما الرايت يكبر يبقى بالمونري هايبرتنشن. برافو عليك. اول واحده الناس اللي عندهم بالمونري هايبرتنشن. يا سلام. طب مين يقول لي رقم اثنين؟ شاطر جدا، ممتازين ممتازين. لو واحد عنده بريكارديال افيوجن، والله سبتها هناك وما رضيتش اقول. لو عندك افيوجن هياثر على الرايت سايد ولا على الليفت سايد؟ ياثر كومنلي على الرايت سايد. ليه؟ الرايت سايد ضعيف جدا. يبقى كلمه ريفيرس برينهايم افكت، ريفيرس برينهايم افكت عكس البرينهايم، يعني الرايت لما يكبر يريح على الليفت. لكن الكومن في حياتك العمليه مين؟ ان الشمال يريح على اليمين، ما هي العمليه كلها ماشيه شمال. كومبليكيشن اوف هايبر تنشن سيريبرال، مدخل الموضوع اثيروسكليروزس، شطار، يؤدي الى ستروك اللي هو هيموريج وانفاركشن. ثم تسمع عن هايبر تنسيف انكفالوباثي، ثم كاردياك. بقينا اثنين اهم، رينال والثانيه يا دكاتره اوكلر، اللي هو على الاي يعني. واحده واحده كده، وايه اللي هيحصل في الرينال يا دكتور؟ قول له ببساطه يعني، ببساطه الكلى برضه عندها صمام يا دكتور اسمه اوتو ريجوليشن. اوتو ريجوليشن يعني ايه؟ خدتوه في الفسيولوجي. تستطيع الحصول على حصه الدم يا دكتور الخاصه بيها في الدم. يعني ايه؟ لما يحصل فلكتويشن في البلاد بريشر، لما يعلى او يوطى،
برقم معين الكدني تاخد الحصه بتاعتها. لما يحصل هايبر تنشن يا دكتور السمان ده يبوظ، ثم وظائف الكلى يحصل ايه يا دكتور؟ رينال فيلير. وده عنوانين، اكيوت وكرونيك، تحت عنوان بقى قابلني بقى في النفرولوجي. طب الثانيه يا سيدي، الثانيه هيماتوريا سكندري ليه يا دكتور؟ جلوميرولر انجري ثم اوكيولار مانيفستيشن. يا سلام على الاوكيولار مانيفستيشن دي، انا طبعا محرج اتكلم لان انتوا السنه اللي فاتت اخدتوا ما يسمى ايه بقى يا دكتور شاطر، اخدتوها في الاوفثالمولوجي. مين يقولها لي بالفهم وليس بالحفظ؟ شوف يا دكتور، انت لما بتعمل فاندس اكزامينيشن تلاقي الدنيا منوره كده، منوره صح، هنا مين؟ ادي الاوبتيك ديسك وجنبها ماكيولا كده وطالع حاجه كبيره كده، ده الريتينال ارتريز يا دكتور، جنبها حاجه صغيره كده اسمها الريتينال فينز. شاطر. بما ان البلاد بريشر اما يعلى يعمل اثيروسكليروزس، اثيروسكليروزس، لما تلاقي الرينال ارتري، اسف الريتينال ارتري اللي كان كبير ده يوم يصغر شويه، بيسموها attenuated retinal vessels. يا سلام يا سلام. طب هو بالله عليك يا دكتور، بالله عليك، بالله عليك، لما الريتينال ارتري ده يكون فيه اثيروسكليروز، على فكره اللينك هيفصل، هبعت لكم لينك تاني اثيروسكليروز، الفين اللي نايم ده نايم جنب حاجه طريه، اما يحصل اثيروسكليروز ده اصبح خشن، يوم الفين لما يعدي يحصل فيه كينكينج كده. طب رقم ثلاثة، الفين ما يستحملش بقى، يوم يحصل ايه يا دكتور؟ زي الشمعة كده على شكل نزيف، يسموها فليم شيبد هيموريدج. وأخطر حاجة مين؟ بابيل ديما. ودي هنطلع منها ديفينيشن كمان شوية. هستأذنكم بس أبعت لكم لينك تاني مع الدكتورة شيرين حالا.